السلام عليكم. في الأول من إبريل عام 1965 انطفأ قلب الشهيد محمد محمود الزبيري برصاص الإمام التي اغتالته غدرا في برط العنان بمحافظة الجوف. قلب الثائر الذي لم يكتفي بالكتابة من أجل حرية هذا الشعب بمداد قلمه، لكنه كتب من أجله بمداد قلبه أيضا، وهو الذي كان يعول على قلم الحرية كثيرا ويعده رمزا من رموز تاريخها في بلادنا، وهذا ما تضمنه أبرز أبياته الشعرية الحاضرة في ذاكرة الملايين: سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فها هنا تبعث الأجيال والأمم. كما لو أنه كان يدرك أن قلمه سيسجل مكانة في التاريخ كقلم مهم ناضل وأعلى من شأنه وشأن الكلمة والحرية في مواجهة الطغيان الذي أطلق النار على حامل هذا القلم واغتال صوته، وهو الذي وضع القيد على أقدامه ونفاه إلى خارج الوطن، لكنه لم يستطع إسكات صوت الحرية، صوت أبي الأحرار. لكن الزبيري أضاف إلى ذاكرة الشعب كلمات من النور والحرية، كلمات تتعلق بروح الهوية والجمهورية، كلمات شكلت أبرز المسامير في نعش الإمامة العنصرية التي نهشت العديد من قلوب الأحرار في هذا البلد، ومن بين تلك القلوب قلب الشهيد الزبيري، القلب الذي كتب بمداد الروح أفكارا وخطابات وقصائد تتعلق في مجملها بالركائز الأربع التي استند إليها في نضاله: الحرية والجمهورية والهوية والوحدة الوطنية، بمقابل ركائز الإمامة الأربع: الاستبداد والإمامة والعنصرية والتمزيق الوطني. مشاهدينا، حول الزبيري الذكرى والذاكرة ستكون حلقة المساء اليمني، نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. لأن الحق هو حق الشعب، والجمهورية هي جمهورية الشعب، والدولة هي دولة الشعب، والأموال هي أموال الشعب، والعزة والكرامة والحرية كلها ملك للشعب، وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله. منطلقا من إيمانه الراسخ بالشعب وحقه في الحكم الديمقراطي والحياة على أساس من الحرية والهوية الوطنية، وبقضيته المصيرية التي ارتبط بها من أجل اليمنيين، وكان من أوائل من أدركوا خطر الإمامة على مستقبل الشعب. إنه محمد محمود الزبيري، أبو الأحرار، الشاعر الثائر المناضل السياسي، والقاضي الأديب، صاحب الصيحة التاريخية الأعلى التي توجت في 26 من سبتمبر الخالد، ولا تزال أصداؤها تتردد في وجدان الأجيال المتعاقبة حتى اللحظة. سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فها هنا تبعث الأجيال والأمم، هنا البراكين هبت من مضاجعها تطغى فتكتسح الطاغي وتلتهم. في مثل هذا التاريخ، وتحديدا في الأول من إبريل عام 1965، تم اغتيال الزبيري في جبال برط الجوف قبيل انعقاد مؤتمر خمير الذي دعا له من أجل كتابة دستور جديد لليمن، ليسدل الستار على فصل من حياة المناضل التي سخرها من أجل تصحيح الوعي الجمعي وترسيخ مبدأ الإيمان بالشعب وأحقيته بنيل العدالة والمساواة، لتبدأ فصول أخرى في وعي شعب مضى على خطى أبي الأحرار في طريق الحرية. بدأ الزبيري نشاطه الثوري من القاهرة عندما أسس هو ورفاقه أول حركة منظمة لمعارضة الحكم الإمامي في اليمن مطلع أربعينيات القرن المنصرم تحت اسم كتيبة الشباب اليمني، كما طالب بإصلاحات سياسية سجن على إثرها قبل أن يواصل ثورته ضد العائلة الإمامية، لا خلافاً معها بل لمحاولتها الاستفراد بمصير الشعب. لماذا كرهنا بيت حميد الدين؟ ما كرهناهم لأنهم يلبسون ملابس معينة، ولا كرهناهم لأن أسمائهم فلان وفلان، ولا كرهناهم لطولهم أو عرضهم، ولا كرهناهم لأننا نريد أن نظلمهم أبداً. كرهناهم لأنهم يريدون أن يملكوا ركابنا كلنا، هي عائلة واحدة في اليمن، عائلة واحدة تريد تملك ركابنا كلنا؟ هل إحنا عبيد خلقنا الله عبيد؟ أو خلقنا أحرار؟ الله خلقنا أحرار، إحنا رفضنا أن نكون عبيدا لهم. تأتي الذكرى 51 لمقتله وقضايا الزبيري التي دافع عنها طويلا في كتبه وشعره ومواقفه،
لا تزال حاضرة اليوم كحاجة ملحة أمام مصير اليمنيين. الحرية والجمهورية والهوية والوحدة الوطنية، تلك الرباعية التي حارب من أجلها الزبيري ورفاقه، وما زال قتلة رموز المقاومة والنضال الوطني بعيدين عن القانون وعن قصاص العدالة والتاريخ الذي بدأ بقتل رموز الحركة الوطنية، مروراً بقتل الشهيد محمد محمود الزبيري، وانتهاءً بقتل شهداء جمعة الكرامة. غير أن الزبيري الذي كانت مواقفه السياسية الوجه الآخر لشعره الثائر، اختتم حياته النضالية الطويلة قائلاً: بحثت عن هبة أحبوك يا وطني، فلم أجد لك إلا قلبي الدامي. عودة إليكم مشاهدينا الكرام، ولمناقشة هذه الذكرى ينضم معنا هنا في الاستوديو الكاتب والناشط السياسي محمد المقبلي. مساء الخير محمد. مساء النور أستاذ عاصم. أستاذ محمد، يعني الزبيري ذكرى وذاكرة نحو نصف قرن تقريبا على رحيله، ما الذي يعني إحياء هذه الذكرى؟ أي شعب في العالم لديه أيقونات ولديه رمزية تاريخية، وكما جاء في التقرير الجميل الذي تم عرضه قبل قليل أن الزبيري كان مشروع في شخصية، ومشروع وشخصية في مشروع. محمد محمود الزبيري عالم متكامل يعكس هذه الشخصية اليمنية التي تمثلت في كل تفاصيلها وفي كل معالمها، ما يمكن أن نطلق عليها بمعجزة الحرية. محمد محمود الزبيري هو القاضي والفقيه والمجدد المتمكن. محمد محمود الزبيري هو الأديب الثائر الذي كتب في مجال الرواية في واق الواق، وكتب أيضا في مجال القصيدة. محمد محمود الزبيري أيضا هو السياسي اللامع، أحد أبرز نضال، أحد أبرز ملامح النضال الجمهوري، وأحد أركان الحكم الجمهوري الذي تشكل منذ بداية ثورة 48 حتى ثورة 1962. محمد محمود الزبيري هو الشخصية الاجتماعية الذي يفهم تركيبة المجتمع ويفهم تفاصيله، ويفهم أيضا كيف عملت الإمامة وكيف زرعت الإمامة هذا التمزق وهذا التشرذم داخل النسيج الاجتماعي. فهو يفهم كيف أن الإمامة التي غرست الفرقة المذهبية في المجتمع، فهم الزبيري هذه المسألة وواجهها بمسألة الهوية الوطنية. في أحد أبياته الذي نستطيع أن نقول أنه استطاع أن يلخص مسألة الهوية الوطنية عندما قال: والطغاة الأولى سادونا بالفرقة المذهبية، أرضنا حميرية العرق، لا زيدية ولا شافعية. فهذه المعالم هي إسهاماتها في الهوية. إذن نحن نتحدث في الذكرى والذاكرة عن نصف قرن من عمر رجل كان بداخله مشروع وطني متكامل الملامح، هو واحد رفاقه، وأنا أقصد برفاقه الثلاثي الذي شكل الركيزة الأساسية للحركة الوطنية، وهم القاضي عبد الرحمن الإرياني، الأستاذ أحمد محمد نعمان، الشاعر والأديب الثائر محمد محمود الزبيري. وبالتالي عندما ركز أعداء الجمهورية من داخل الجمهورية ومن خارجها، ركزوا على ضرب أولئك الذي سكنت في أعماقهم الفكرة الوطنية الحميرية على وجه التحديد. تم سحب علي عبد المغني إلى مارب، وتم سحب الزبيري إلى الجوف. فالمدخل إلى قراءة شخصية الزبيري هو مدخل إلى قراءة أهم مشروع تاريخي في حياة اليمين، وهو مشروع الجمهوري الذي شكل في منتصف القرن. ربما أستاذ محمد سأسألك، أين هو هذا المشروع الذي تتحدث عنه الآن؟ ولكن سأؤجل هذا السؤال إلى نهاية الحلقة لنمر على أبرز محطات محمد محمود الزبيري. كابد الزبيري كثير في نضاله لأجل هذا الشعب، وربما من أبرز هذه المكابدات أنه تنقل كثيرا من صنعاء إلى عدن ونوفي إلى باكستان. هل حدثتنا عن هذه التنقلات التي تنقلها وكانت أبرز محطات تنقلاته؟ سأكلمك عن ماذا صنع اليمنيون، الذي أنا لا أبالغ أو ليس لأنه أنا من اليمن. أنا أعتقد أن الشعب الوحيد الذي استطاع أن يصنع معجزة في تاريخ الشرق هي حركة الأحرار الوطنيين في منتصف الغرب. تخيلي أن شعب الأحرار في طلائع ينادوا بالدستور عام 48 ولا يوجد شهادة بكالوريوس واحدة داخل المجتمع اليمني. بمعنى آخر، تشكلت نواة من تنظيم الأحرار، وكان معظمهم، وهذا الفارق الوحيد، كان معظم هذه النواة التي تشكلت من تنظيم الأحرار أدباء ومثقفين. فبالتالي كان تركيزهم على الحرية أكثر وعلى الهوية أكثر. السبب الرئيسي أن صناع القرار السياسي في ثورات منتصف الخم كان لهم علاقة بالثقافة وكان لهم علاقة بالأدب. من ضمن هذه النواة التي تشكلت الشهيد محمد محمود الزبيري، أحمد محمد نعمان، عبد الرحمن الإرياني، وفيلسوف تم تجاهل لم يمنح التاريخ حقه، كان يسمى محمد المحلوي، وهو أحد الذي كان يبدأ بتفكيك الفكرة الإمامية على أساس فلسفي. هؤلاء بعدين دخلوا المرحلة الأولى هي المطالبة بالإصلاح. نالوا على إثر هذه المحاولة
العديد من التهم، وأبرز التهم الذي كانت توجههم أنهم مدسترين وجاءوا بالدستور لكي يختصروا القرآن. على أثر هذه التهمة تم نفيهم، فكانت عدن هي محطتهم الأولى، ثم بعد ذلك جاءت المحطة الثانية القاهرة، ثم عادوا من جديد إلى داخل الحركة الوطنية ودشنوا ثورة 48، ثم جاء بعدها جرح الشتات بالنسبة للقضية اليمنية. نعم. تم نفيهم من جديد، وكان أبرز الذين عانوا ونفوا هو الشهيد محمد محمود الزبيري. لقد ذهب هذا الرجل إلى باكستان منفي، والسبب الرئيسي أنه كان يطالب بالحرية، وتقول المرويات التاريخية أن الشهيد محمد محمود الزبيري هذه القامة العظيمة كان يلجأ إلى بيع الأقفال والمفاتيح لكي يقتات بها داخل باكستان. فهذه هي مرحلة الأولى، لكن مرحلة الشتات ومرحلة الجرح التاريخي هي الذي تكونت في وعي الأحرار من أبناء هذا اليمن شيء اسمها القضية اليمنية، وأدركوا جرحهم التاريخي وعادوا من جديد. وهذه ميزة، هذه أستاذة أسيان نركز على هذه النقطة تماما. نعم. أن ميزة الحركة الوطنية في تاريخ اليمن أنها تشبه العنقاء الحميرية، الأسطورة تنبعث من تحت الرماد. ضربوا في 48 ونفيوا، عادوا من جديد وقادوا تفجير ثورة ثانية في منتصف الخمسينات في 55 بقيرة الثلايا، تم ضربها من جديد لكنهم لم يهدوا، عادوا من جديد ونسقوا مع الأحرار في عدن ومع الأحرار في القاهرة، وعادوا من جديد وفجروا ثورة 62. تم حصار الثورة عام 67، وفشل مشروع الثورة العربي بالنكسة في مصر. اليمنيين فعلوا مفاجأة في عام 67، فكوا حصار 70 في الشمال ورسخوا أعمدة الجمهورية وطردوا آخر جندي بريطاني من عدن ورسخوا ثورة أكتوبر، فكانوا يفاجئوا حركة التاريخ. وبالتالي الواقع اليمني مختلف حتى عن السياق العربي كله، هذا واقع لا يمكن ابدا عندما ينطلق مهدر. ربما ما زال مختلفا حتى الان. يعني تحدثت انت عن هذه المتاعب التي تعرض لها الزبير في باكستان، منها انه اضطر لبيع كما قيل المفاتيح والاقفال. هذه المعاناه هل برايك هي التي خلقت الكم الهائل من الابداع لدى الزبيري، ونحن نتحدث عن ادب وثوره في ان واحد؟ انا اعتقد انها الذي خلقتها في بيتين. انا بالنسبه لي شخصيا وكثير من الشباب حتى من قبل ثورة فبراير كنا نعتبر أن هذا البيتين أبرز الملهمين النفسية لنا. تلاحظي فيهما نفس الفيلسوف داخل نصين شعريين، يتكلم عن خاصية موجودة في الشخصية اليمنية تقريبا من ألف السنين، خاصية التراكم الحضاري، ولها علاقة أيضا بالمعاناة. البيتين بشكل فيهم هم بسيطين، مثلا قد لا يكونوا مثلا يحتوى هذا البيتين مثلا رؤية فنية كبيرة جدا ومادة إبداعية في التصوير لكن يحو مضمون، وأنت تفهمي في الأدب، يحو مضمون بلاغي بالغ المعالم. لما يقول إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صيحة تصغى لها الأمم، والحق يبدأ في أهات مكتئب وينتهي بزئير من أهو النقم، كان يوجه الثوار ويقول لهم أيها الثوار أيها الأحرار وأنتم تعاندوا، مجرد أن تتنهدوا نهدة معينة مستاء من هذا الوضع الحالي الذي احنا نعيش فيه، أنتم تقودوا شرارة الزئير اللي هي أصوات الجماهير التي تخرج في مواجهة الطغيان وجلوه. فكان يقول إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صيحة تصغى لها الأمم، والحق يبدأ في آهات، يعني أول ما يبدأ الحق بنهدة ثم تتحول هذه النهدة إلى ثورة. طيب يعني لو حاولنا أن ندخل إلى عالم هذا الرجل أبي الأحرار كما أطلق عليه، وفعلا يعني نحن لاحظنا من خلال مقتطفات من خطابه كيف أنه يتحدث يعني باسم جمعي ولا يتحدث بالأنا، يظهر الجميع في خطابه. هناك مشروع للزبيري، ما هي يعني ملامح هذا المشروع الجمهوري الذي كان الزبيري أحد رواده كما تفضلت بذكر بقية زملائه ورفاق دربه؟ أنا أعتقد أن أهم مشروع واضح المعالم هو مشروع الجمهورية السبتمبري الذي كان يعكس تطلعات الحركة الوطنية سواء على صعيد سبتمبر أو على صعيد أكتوبر، لأنه إذا ما تحدثنا عن واحدية الثورة في الحركة الوطنية اليمنية هي ثورات متداخلة، كانت سبتمبر مزيج من أكتوبر وكانت أكتوبر مزيج من سبتمبر. أما معالم هذا المشروع فأنا أعتقد أنه أيضا كما جاء في التقرير هي ركزت على الركائز الأربع بشكل ذكي جدا. هذه الركائز الأربع كانت الركيزة الأولى هي الحرية، الركيزة الثانية الجمهورية كمشروع سياسي وكنظرية سياسية، حكم الشعب نفسه بنفسه. الركيزة الثالثة هي كانت مسألة مبدأ المساواة في مواجهة العنصرية. أما الركيزة الرابعة فهي الوحدة الوطنية باعتبار أنه كان نظام الإمامة يشكل خطر أساسا على الهوية اليمنية، ولما يشكل خطر على الهوية اليمنية بالتأكيد سيشكل خطر أيضا على مسألة الوحدة اليمنية. نعم. في أهم مؤلفات الزبيري الفكرية اللي هي خطر الإمامة على الوحدة الوطنية كان يركز على هذه النقطة تماما، كيف أن الإمامة تسعى إلى إحداث شرخ على مستوى الهوية الوطنية بخلق الانقسام المذهبي والانقسام الجهوي والانقسام الطائفي داخل المجتمع اليمني، ثم بعد ذلك تهدد الوحدة الوطنية على أساس هذا الانقسام.
وكما لو أننا نعيش هذه اللحظة التاريخية مثلا الفاصلة من عمر اليمنيين معالم هذه الركائز الأربع. اليوم لو أنت تلاحظي في تفاصيل المشهد اليمني إجمالا تلاحظي أن هذه الركائز الأربع لا تزال تواجه الركائز الأربع للإمامة، لا تزال الهوية تواجه الإنسان. نتحدث عنها باستفاضة حتى يعني نعطيها حقها أستاذ محمد، ولكن بعد أن ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الكاتب والباحث الأستاذ نبي بشير زندال من الدار البيضاء. مساء الخير أستاذ بشير. مساء الخير. مرحبا، أهلا بك أستاذ بشير في المساء اليمني. ربما أنت تحدثت في الآونة الأخيرة عن الزبيري وهذا المشروع الكبير، وأيضا عن المذكرات السياسية بين حضور وغياب الزبيري، هل حدثتنا عن هذا الموضوع؟ نعم، في البداية هناك إشكالية كبيرة في المذكرات السياسية أو في ما يعرف بالسيرة الذاتية السياسية في اليمن، لأن أغلب كتاب السيرة الذاتية السياسية للأسف لم يتناولوا الكثير من الجراح والكثير من الأسئلة المفتوحة التي يحتاجها الجيل الحاضر والأجيال القادمة من التي حصلت سواء كان في التاريخ في تاريخ بداية الثورة 1962 أو فيما بعد في الحركات التصحيحية التي حصلت فيما بعد. بالنسبة لمقتل الشهيد الزبيري هو سؤال تحاشى الكثير من كتاب السيرة الذاتية السياسية، وإن كانوا يمروا عليهم على هذا السؤال مرور استحياء، ولكن بالأسف لم يتناولوه لا بالتحليل ولا بتدقيق أكثر. على سبيل المثال مذكرات مثلا سنان أبو لحوم أو مذكرات محسن العيني أو غيرها، هذه المذكرات أغلبها كانت فقط تشير إلى أن خسارة الفقيد الزبيري كانت خسارة كبيرة، ولكن لم يتناولوا الأحداث بالضبط، فظل السؤال مفتوح إلى أن أتت بعض المذكرات كمذكرات الإرياني وبدأت تفصل لنا، وهي أول من ذكر بالاسم القتلة الذين قاموا باغتيال الزبيري، وهم كما ذكرهم الرئيس الإرياني كانوا درهم بن حمود الفلاحي وحسن محمد الشتوي من قبائل الحسين. هؤلاء القتلة عندما قاموا بالجريمة تم قبضهم وإيداعهم في سجن مهيهي في خمر. كانت حاضرة عبد الله بن حسين الأحمر وكانت في نفوذه. لماذا أستاذ نبيل؟ وظل هذا السؤال إلى الآن. نعم أستاذ بشير، نعم. لماذا برأيك أنت تحدثت أن هناك تم تجاهل مثل هذا السؤال، لماذا برأيك هذا التجاهل في أكثر من مذكرة سياسية كما تحدثت؟ جميل، تم تجاهل هذا السؤال برأيي لأن كان الزبيري معارضا للجمهوريين وكان يمثل مع السلال والمصريين وللملكيين أيضا، لذلك أغلب الذين كانوا مناوئين للملكيين أغلب من كانوا مع الجمهورية كانوا يستحوا أن يتناولوا هذا السؤال، لأن الزبيدي كان معارضا شرسا حتى للجمهوريين أنفسهم ليس فقط للملكيين. فأما المصريين هناك مقولات أنهم كانوا يريدون اغتياله، وقد بلغت وقد وصل إلى علم الزبيدي أن هناك من يريد أن يغتاله، وبلغ الزبيري أن القوات المصرية تحاول اغتياله، وحتى أنا وصلت إلى رسالة من الفريق قائد القوات العربية يلوح له بالتهديد، فأجاب عليها الزبيري لأن بسطت إلي يدك لتقتلني، لا أنا ببسط إليك ليقتلك، هذا ما ذكره الإرياني. لذلك في أغلب كتاب السيرة الذاتية السياسية يتحكى ذكر الزبيري بما يحمل من ثورة ضد الجمهوريين أنفسهم. الزبيري حينما قامت الثورة كانت له أهداف، هي الالتقاء بالإنسان، هي المساواة، هي العدالة، ولكن للأسف الذي حصل بعد 1962 كان هناك أخطاء جسيمة لدرجة أنه صرح ما من أجل هذا قمنا بالثورة. فلأجل هذا كثير من كتاب السياسية يحاول القفز على هذه النقطة لأنها تمثل نقطة سوداء في تاريخ الجمهورية الناشئة، فلأجل هذا بدأوا يهربون. نعم، طيب أستاذ بشير، أنت تحدثت أيضا عن هذا هناك أسباب معينة لدى من كتبوا هذه المذكرات السياسية، ولكن لو تحدثنا عن من أصبحوا سلطة فيما بعد وظلوا يحتفلون بذكرى الزبيري سنويا، تظهر بعض الأغاني وبعض الأبيات الشعرية كل عام، ولكن لما لم يفتح تحقيق حقيقي حول ملابسات اغتيال رمز للجمهورية؟
التحقيق للاسف يعني كانوا يحاولوا تحاشي هذا التحقيق، لان التحقيق في البدايه والنهايه كان سيبدا من الشيخ عبد الله بن حسين احمر، لانه كان القتلى في قبضته في سجن هلهل في مدينه خبر. نعم. طبعا قبيله بن حسين رفضت تسليم القتلى الى العاصمه صنعاء الى الجمهوريه، ويعني ولذلك المشايخ اتفقوا على ان يظل القتلى موجودين في مدينه خمر. للاسف حينما هربوا الارياني كان اشار الى هذا الاشاره الى موضوع ان عبد الله بن حسين الاحمر لم يهتم جيدا بفتح التحقيق في هروب القتلى، لان القتلى عندما هربوا كان المفروض ان عبد الله بن حسين الاحمر هو من يتولى يعني المسح بالقتلى. نعم. لذلك كان هناك قضيه محرجه حين لان الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر موجود فيها. نعم. طيب. كتب الرياني في مذكراته بالحرف لكن القلوب تتقلب، وعلاقته اي عبد الله بن حسين الاحمر مع قبيله ذو حسين بل وقبيله دهم كانت كلها في نظر القبائل التي سهل فرار المجرمين اهم من تحقيق العداله والاخذ نعم. بسائر الشهيد اليمن وابي الاحرار محمد محمود الزبيري. فحينما يكون الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر في قلب التحقيق على الجميع يتحاشى، بل ان احمد عزيز في مذكراته شاهد على اليمن كتب يوما تاريخيا للزبيري والنعمان، لانهم بعد سنتين من اغتيال الزبيري اصبحوا في شده الحكم، اصبح يعني رئيس الجمهوريه والنعمان احد اعمده القرار السياسي في اليمن، ومع ذلك لم يقوموا بفتح تحقيق في ذلك. نعم. طيب استاذ بشير، لو تحدثنا ايضا عن مساله تخليد رموز الجمهوريه، ربما كل شعب يحتفي برموز ثوراته بطريقه ملائمه وبطريقه تدل على الامتنان لهذه الشخصيات التي اخرجت الشعب من الظلام الى النور ان صح لي القول، ولكن ما نجده في الزبيري وفي زملائه البقيه ايضا ربما احتفائيه تظهر على استحياء كل عام، ولكن لا يوجد تخليد حقيقي لا على مستوى يعني تحويل مثلا منزله الى متحف، لا على مستوى يعني جمع ما كتبه، يعني نعرف ان هناك روايه لم تظهر، يعني اشياء كثيره في على مستوى الادب، على مستوى الثوره، على مستوى حياه هذا الرجل لم توثق ولم تعطى حقها، لماذا برايك؟ طبعا التقلبات السياسيه التي حصلت في تاريخ اليمن الحديث، مثلا على سبيل المثال 62 اتت الجمهوريه خرج الملكيون، في عام 65 تم اغتيال الزبيري، في عام 67 خرج السلال، 71 حصلت مصالحه وعاد الملكيون من جديد ليشاركوا في الحكم، في 74 خرج الارياني، لذلك الرموز السياسيه عاده لا تبقى كثيرا في الوضع السياسي في اليمن. والبعض كما حصل مع الحمدي، البعض يتم تجاهله تجاهل تام كما حصل مع الحمدي او حتى مع الغشمي كرئيس سابق للجمهوريه. لذلك هناك التقلبات السياسيه هذه الموجوده هي التي جعلت الاعلام الرسمي يحاول ان يتجاهل تقريبا الكل او ما عدا فقط بعض الاشارات الرمزيه، شارع هنا للزبيري، مركز ثقافي كذا، هذه الاشارات فقط، اما هناك اهتمام حقيقي فعلا هناك اشكاليه انه لا يوجد اهتمام حقيقي بهذه الرموز او اعطائهم حقهم مما قاموا به او بما قاموا به. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث بشير زندال، كنت معنا من الدار البيضاء عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ محمد، يعني تحدث الأستاذ بشير عن كثير من النقاط، ربما أهمها إغفال جانب التحقيق في وفاة أو في اغتيال الزبيري، هل لك أي يعني تعليق أو تعقيب حول ما ذكر؟ النقطة الأساسية الذي هي تعتبر المدخل المعين، أنه في كل ثورات العالم مثلا في الثوره الارجنتينيه، في ثورات امريكا اللاتينيه، في كل ثورات في العالم دائما يكون هنالك عداله انتقاليه مصاحبه للثورات الانتقاليه التي تحصل على صعيد الانظمه السياسيه والاجتماعيه. كان المفترض اساسا في المجتمع اليمني انه يكون مصاحب للتحولات السياسيه الانتقاليه عداله انتقاليه، واهم بند من بنود العداله الانتقاليه في تاريخ العالم كله شيء اسمه معرفه الحقيقه. معرفه الحقيقه تبني ذاكره للشعب صحيحه غير مغشوشه تماما، معرفة الحقيقة لا تزور تاريخ الأحرار. معرفة الحقيقة قائمة على تحقيق نزيه محترم يقدم للشعب حقيقة طبيعة التحولات التي حصلت بسلبياتها وإيجابياتها. لم تحصل طبعا التحولات
التي حصلت في البلد منذ منتصف القرن لم تكن العدالة الانتقالية كأساس للتحولات الانتقالية التي كانت تجري في البلد لسببين رئيسيين. السبب الأول غياب الوعي بالعدالة الانتقالية لدى النخب السياسية صانعة التحولات الأساسية. اثنين أن الذي ثار عليهم الشعب أساسا كانوا يتغلغلون في مؤسسات العدالة، وجوهر ثورة سبتمبر كان قائم على فكرتين أساسيتين، فكرة العدالة وفكرة المساواة. كان يتم التغول داخل مؤسسات العدالة، وكان يتم تكريس مبدأ التمييز داخل المجتمع وإن كان من داخل ثوب الجمهورية نفسها. فما ذكره الأستاذ بشير هو سببه الرئيسي، غياب العدالة الانتقالية المصاحبة للتحولات الانتقالية. وإذا غابت العدالة الانتقالية ستغيب الحقيقة، وسيغيب الإنصاف، وسيغيب التخليد لرموز هذا الشعب. نعم، إذن أستاذ محمد سنواصل حديثنا حول الزبيري وحول هذه الذكرى، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يعني نعود للحديث حول الزبيري. أستاذ محمد، هناك أكيد سهامات سياسية وفكرية كبيرة للشهيد الزبيري، هل حدثنا عن أبرز هذه الإسهامات السياسية والفكرية؟ بالنسبة للإسهامات السياسية، كان الزبيري من طلايع النخبة الوطنية للحركة الوطنية التي نادت بأهم مشروع سياسي عرفه البلد منذ 1000 سنة، وهو المشروع الجمهوري. المشروع السياسي للجمهورية كان قائم على حكم الشعب نفسه بنفسه. وعندما نقصد بالجمهورية نحن نقصد بها كمشروع سياسي متكامل، هو مشروع اقتصادي قائم على أساس العدالة الانتقالية، هو مشروع اجتماعي قائم على المساواة القانونية التي لا تكون بديل للمساواة الاجتماعية لكنها مقدمة لها، هو مشروع سياسي أيضا قائم على الحكم الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية وعلى الدستور السياسي التي انطفأ قلب الزبيري وهو يسعى من أجل تحقيق هذا الدستور لهذا الشعب الذي كان الزبيري يؤمن أنه من أهم الشعوب الحضارية على كوكب الأرض. أما بالنسبة للإسهامات الفكرية، من وجهة نظري الشخصية أن المضامين الفكرية التي تضمنها شعر الزبيري وقصائده وأدبه، من بينها واق الواق الذي كانت أشبه بمحاكاة لرسائل الغفران للمعري، كانت قد حملت العديد من مضامين الفكرة، وكانت هذه الفكرة تتمحور حول فكرة الذات اليمنية الحميرية الحضارية وحول فكرة الشعب ومسألة السياسة الشعبية كمبدأ. بالنسبة أيضا للملامح الفكرية، يعتبر كتاب أو مؤلف خطر الإمامة على الوحدة الوطنية من أهم الإنجازات الفكرية لشخصية مثل الزبيري. الكتاب هذا نفسه والشخصية الفكرية للزبيرية تحدث عنه وكأنه كتب في حاضرنا اليوم، بل كل لحظة فكرية ذكرها الزبيري داخل كتاب خطر الإمامة على الوحدة الوطنية تجسد الآن، تكاد تكون الآن. وأنا نازل الدرج إلى الاستوديو ذكرت نقطة معينة، هو انخداع الخارج بمشروع الإمامة، كما لو أننا نعيش اللحظة الآن. كان الزبيري يعيب على المجتمع الدولي وعلى القوى الدولية المهيمنة أنها تنخدع دائما بالمشروع بالمشروع الإمامي وتحاول أن تتحالف معه وتقف على النقيض من المصالح الشعبية، يتحقق الآن. كان الزبيري يتحدث عن خطورة الإمامة وكيف تشتغل على الفرقة المذهبية والانقسام الطائفي لكي يتحقق مشروع حاصل الآن. كان الزبيري يتحدث عن فكرة العنصرية كأساس تستند إليه الفكرة الإمامية السلالية وهو حاصل الآن. كان الزبيري يتحدث عن العمق الشعبي وعلى قبائل المرتفعات وكيف تكون أداة في يد المشروع الإمامي للتنكيل بالعمق اليمني الحضاري في الوسط وفي المحافظات الجنوبية وفي السور وفي السواحل، يتحقق الآن. كما لو أن كان هذا الزبيري يقرأ هذا الشعب مرتين. 1000 عام مضت و1000 عام ستأتي. عند ذكرك للشعب أستاذ محمد نلاحظ هذه المفردة كم هي حاضرة في حياة الزبيري، خطب، كلمات، شعر، مؤلفات موجودة، كلمة الشعب كمفردة وكحاضر وكهم أيضا. ما الذي كانت تعني هذه الكلمة بالنسبة له؟ كان يدرك الزبيري أن صاحب المصلحة الحقيقي في التغيير هو الشعب، وأن النخب السياسية أيا تكن مدى مصداقيتها واختبارها الحقيقي هو مدى عملها من أجل مصالح هذا الشعب وتطلعاته. الزبيري وهو يتحدث الخطاب التاريخي الذي افتتح بهذا التقرير وهو يقول يعيد تعريف الحق والباطل، أن الحق هو حق الشعب، يعيد تعريف الدولة أن الدولة هي دولة الشعب، يعيد تعريف الجمهورية أنها جمهورية الشعب، يعيد تعريف الثروة أنها ثروة الشعب. ويقصد هنا بثروة الشعب الثروة القائمة على التوزيع العادل بين كل أبناء الشعب، ويعيد تعريف الكرامة أنها كرامة الشعب، ويعيد تعريف الحرية أنها حرية الشعب. ثم يعيد الزبيري تعريف القوة على أنها قوة الشعب. أنا قناعتي الشخصية أن سر النجاح الكبير الذي حققت النخبة السياسية التي كانت على طلائع سبتمبر سببها الرئيسي مبدئين. المبدأ الأول أن كانوا صناع القرار السياسي معظمهم أدباء ومثقفين، وبالتالي كانوا أكثر انحياز للحرية الشعب. والمبدأ الثاني أن إيمان النخبة السياسية التي قادت التحولات السياسية
في سبتمبر كان لديه الإيمان الحقيقي في هذا الشعب، وكانت تعرف من هو هذا الشعب، وتعرف تفاصيله الحضارية، وتعرف امتداده هذا الشعب. سنحدث العالم في يوم من الأيام أننا شعب الزبيري وشعب البردوني وشعب دماج وشعب النعمان وشعب عبد الفتاح اسماعيل وكل الرموز الوطنية بسلبياتهم وإيجابياتهم، لكنهم حققوا إضافة معينة لهذا الشعب. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني غير الشعبي هناك أيضا ركائز وقيم موجودة لمن يريد أن يتابع إبداعات الزبيري، خطاباته، ما هي أبرز هذه الركائز والقيم برأيك؟ أنا قناعتي الشخصية أستاذ آسي أن الركائز هي أربع تماما وهي كثيرة، لكن معظم ما كان يركز محور قادة الحركة الوطنية وأدبائها هذه الركائز الأربع: الحرية، الهوية، الجمهورية، الوحدة الوطنية. هذه الركائز الأربع كان الثوار في سبتمبر يختلفوا ويتفقوا معها فيما بينهم البين، لهم مشارعهم، لهم توجهاتهم الأيديولوجية، لهم توجهاتهم الفكرية، لكن كانوا لا يختلفون كلهم عن هذه الركائز الأربع: الحرية، الهوية، الجمهورية، الوحدة الوطنية. وكانوا يعتقدوا أن هذه الركائز الأربع هي الوسيلة للثورة والمقاومة المشروع الإمامي الذي أيضا كان قائم على الركائز الأربع: الاستبداد، العنصرية، الفرقة المذهبية، التمزق الوطني. فكان يعتقد الثوار أساسا أن هذه الركائز الأربع إذا تم تكريسها في المجتمع مباشرة ستكون الحامل الشعبي، الحامل السياسي للمشروع الجمهوري. ثم انتقلوا إلى أهم قيمتين ناضلوا في سبيلها وانحرفت السلطات الجمهورية التي تلت ما بعد الجمهورية عنها، وهي قيمة أساسيتين: العدالة والمساواة. إذا تم إفراغ أي مشروع سياسي أو دين أو فكرة أو منهج من هذه القيمتين يتحول إلى جريمة سياسية وفكرية. وبالتالي كان أعداء الإمامة يركزوا على أن المسؤولين بهذه الفكرتين، فكرة العدالة والمساواة داخل المشروع الجمهوري، كان علي عبد المغني، كان محمد الزبيري، كان دماج، كان الدعيس. فبدأت أعداء الإمامة الجمهوري من داخل المشروع الجمهوري ومن خارجه يركزوا على ضرب الشخصيات الثورية المسكونة بهذه القيمتين الأساسيتين، قيمة العدالة والمساواة كأساس المشروع الجمهوري. طيب لو تحدثنا أيضا عن ما تعلق بالنضال الدستوري، وأنت كنت طرقت هذا الموضوع بداية الحلقة ولكن أود أن تحدثنا عنه أكثر، يعني تركيز رموز النضال والثورة أيضا والحركة الوطنية على المسألة الدستورية منذ 48 تقريبا والتي عرفت بثورة الدستور، ما أهمية ذلك برأيك؟ كان يعتقد الثوار الأحرار ورموز الحركة الوطنية أن لابد لهذا الشعب من مرجعية مكتوبة تضمن له حقوقه الغير منقوصة وتكون الدولة ملزمة بها. العالم الحديث عندما ارتقت الشعوب أول شيء عملته غيرت العقد الاجتماعي، والعقد الاجتماعي كان يتمثل بالدستور. الدستور الذي بالدرجة الأساسية سيخلص اليمنيين من غياب العقد الاجتماعي. فبدأ الثوار مباشرة يطرحوا فكرة الدستور في عام 48، وبدأت الحركة الوطنية ترتبط بالحركة الدستورية. أعداء المشروع الجمهوري، لأن المشروع الجمهوري ركيزة الأساسية الخطاب الدستوري والدستور، المشروع الكهنوتي يحاول أن يستخدم المشروع الديني لضرب المشروع الوطني القائم على الدستور. فبدأت الإمامة عبر أبواقها وعبر الشخصية الكهنوتية تشن خطاب معادي ضد فكرة الدستور، وتقول لهم في عام 48 للشعب الذي لم يكن حين قد حصل حصته من التعليم والسياسة إن المشروع هذا الدستوري أصلا جاء لاختصار القرآن، وإنما معكم إلى القرآن، كيف تختصر القرآن بالدستور وهذا الدستور يكتبه البشر؟ كانوا يتهموا الثوار ويقولوا لهم المدستورين. ثم بعد ذلك ناضل من جديد الثوار، وبعد فكرة سبتمبر وتحقيق الثورة بدأ يطرح الدستور من جديد، وبدأ أعداء المشروع الدستوري الوطني يستخدموا الخطاب الديني لضرب المشروع الدستوري. اليوم لو أنت تلاحظي مثلا أول ما انقلبت جماعة الحوثي انقلبت على فكرة الدستور الجديد. كنت أسألك يعني ما هو الرابط، ما هي المشكلة بالنسبة لهذه الجماعة مع الدستور؟ لأن أعداء المشروع الجمهوري تحت كافة الأثواب يدركوا أن العمود الفقري وأن العقل المدبر وأن الرؤية النظرية التي ينبغي أن يناضل من أجلها الشعب هي الدستور، وبالتالي يحاولوا أن يضربوا بالخطاب الديني بحكم أنه ضد القرآن. وهذه طبعا إن المسيرة الجمهورية قائمة على أساس مسيرة دستورية تماما. هم الآن كيف يفعلوا؟ يقولوا المسيرة القرآنية لاستجلاب عواطف الشعب ضد المشروع الدستوري لسبب بسيط: الشعوب في العالم كلها تناضل مرتين، المرة الأولى من أجل نص مكتوب، ويأتي المرحلة الثانية مراحل النضال تطبيق هذا النص المكتوب اللي هي مرحلة الدستور ثم النضال من أجل تطبيق الدستور. جميل. طيب أستاذ محمد، كنت سألتك في بداية الحلقة وأنت تتحدث عن المشروع الجمهوري لدى الزبيري والذي ناضل من أجله هو ورفاقه، لو تحدثنا أين هو هذا المشروع الوطن الجمهوري الآن؟ طبعا المشروع الجمهوري تقريبا تعرض للعديد من الضربات. الضربة الأولى هي كانت إفراغ العقل الجمهوري، واستخدموا بذلك مسألة الاغتيال.
كان القائد علي عبد المغني والشهيد محمد محمود الزبيري ومحمد أحمد النعمان ابن الشهيد النعمان مؤلف كتاب اسمه الجهات المعنية وأكبر المتحدثين عن مسألة القضية الوطنية، مطهر الإرياني، الحورش، أحمد المطاع، هذا العقل الذي بدأ يتكون بعد سبتمبر كان هذا العقل هو المسكون بفكرة المشروع الجمهوري. فتعرض المشروع الجمهوري للضربات، أولا تصفية العقل الحامل للفكرة الجمهورية تماما والإبقاء على الجمهوريين الذي ينظر إلى الجمهورية أنها جونية فلوس وقرارات. النقطة الثانية، تم ممارسة العديد من الانقلابات ضد المشروع الجمهوري، تم محو الرموز الجمهوري من الذاكرة، خليت المناهج الدراسية ومناهج التعليم من المضامين الجمهورية، تم طمس العديد من الشخصيات الجمهورية واختزال الجمهورية في صورة الزعيم الفرد، تم آخر ما كان ما تهدد المشروع الجمهوري هو مسألة التوريث السياسي، وكان علي عبد الله صالح يحضر لذلك المشروع من أجل إجهاض آخر ما تبقى من المسألة الجمهورية أنها السيادة الشعبية في الحكم. لكن جاءت أيضا بالمقابل الآخر، ما دام أن السلطة تسعى إلى ضرب المشروع الجمهوري، الشعب أيضا بدأ يكون مشروعها الجمهوري من تحت. فأنا أعتقد أنه نتيجة هذه الاختلالات التي حدثت في المشروع الجمهوري منذ منتصف القرن حصل الآتي، أن الشعب هذا أيضا قام بثورة في 11 من فبراير، وقام بحراك سلمي جنوبي، وقام بكل هذه النضالات من أجل إصلاح الخلل الذي كان يتهدد المشروع الجمهوري. وأبرز خلل كان يتهدد المشروع الجمهوري هو إفراغ المشروع الجمهوري من مضمونه من خلال أداء السلطة الذي لا تخدم التطلعات الجمهورية لأبناء الشعب والتي عطلت قيمة المساواة والعدالة، والتوريث الذي كان أبرز المهددات الجمهورية. اليوم هذا لو أنت تلاحظي المعادلة هي طبيعة الصراع، وإن اكتسبت أي عنوان أو أي لافتة هي طبيعة الصراع الإمامي الجمهوري. هناك جولات مؤجلة لابد من خوضها. صحيح. إذا ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الصحفي يحيى السلاية. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء الخير أخي. أستاذ يحيى، لو تحدثنا عن الزبيري بين الذكرى والذاكرة، كيف تقرأ هذه يعني إحياء هذه الذكرى في هذه اللحظات الراهنة تحديدا؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الكيف الحيوية. أولا اليوم بعد 50 في الذكرى 50 استشهاد الأحرار محمود الزبيري، هذا الاحتفاء الذي يأتي اليوم إعادة اعتبار أولا للزبيري وما مثله من قيم وطنية وتحررية وثورية، ثانيا هو يؤكد مدى تجذر النظام الجمهوري وفكرة الثورة على المشروع الإمامي الذي كان الزبيري رحمة الله عليه أبرز المثقفين اليمنيين والتجار الأحرار الذين قاوموا هذا النظام المتخلف والفكرة التدميرية الذي على حسب اليمنيين الهوان والنكال والذل حوالي 1000 عام. ظلت الإمامة 1000 عام تنخر في اليمن، ربما في بعض الفترات كانت تنحسر وفي بعضها تمتد، كان أكثر، إلا أن هذه الفترة منذ مجيء الهادي في عام 284 هجرية لم تشهد اليمن استقرار ولم تشهد هوية وطنية ولم تشهد وطنية ولم تنخرط أيضا ضمن الإمبراطورية الإسلامية سواء الدولة العباسية أو الدولة العثمانية أو غيرها من الممالك من الإمبراطورية. ظلت اليمن متعلمة ممارسات مع الزواج أحفادها غيرهم هواة وضماء السلطة المتخلفين الذين مارسوا بحق اليمنيين مجازر وعبادات جماعية وحروب طويلة لا أمد لها، كانوا يسمونها فتوحات في شعب هو رسالة السماوية جميع النبي محمد صلى الله عليه وسلم باعتبارهم أهل الدين وأهل الحكمة وأهل الحضارة. لكن منذ أن جاء الهادي إلى اليمن خرجت اليمن عن دائرة الحضارة وعن دائرة الدولة العظيمة وعن دائرة ألحقوا باليمنيين لم يلحقوا بها أحد، وبالتالي لو جئنا في تاريخ الحركة اليمنية المعاصرة لم تستخدم اليمن وظلت تبرز قيادات وكوادر يمنية حميرية أصيلة تناوي هذا المشروع ابتداء من بداية مجيء الهادي وصولا إلى الزبيري ولذلك من الأحرار من عبد الله الكلاب من القاضي عبد الرحمن درياني من النعمان من القحطان الشعبي من غيره من أقطاب التحرر الوطني من البيحاني من علي عبد المغني رحمة الله عليهم جميعا، هؤلاء كلهم دليل أن الشعب اليمني لم يستكين وشهد اليمن بعهد الإمامة التحرر حركات حرية، إلا أن الزبيري ما مثلهم المحزين الفتاجي الذي نحتفي به اليوم وفي مناسبة الاحتفاء إليه يعني اليمنيين عندما يحتفلوا به فإنهم يؤكدون اعتزازهم بهذه القامة اليمنية الكبيرة شعر الزبيري رحمة الله عليه رغم مرور 50 عام، إلا أنه يصف الحالة الحوثية اليوم. الزبيري الذي استشهد رحمة الله عليه في منطقة برط
في اليوم المقاومة اليمنية الجمهورية تحط أقدامها في على أطراف منطقة برط. هذه المديرية المنطقة اليمنية الكريمة التي سقاها الزبيري رحمة الله عليه، سقى ترابها الطاهر بدمه الزكي. نعم. وهذا أكبر دليل على امتداد حركات التحرر اليمنية والحركة الإصلاحية اليمنية عبر قرون وعقود. نعم. الزبيري رحمة الله عليه سيظل نبراسا واحتفاء اليمنيين به اليوم رغم ما مارسه الإمامة اليمنيون من تجهيل بحق رموزنا وبحق أعلاننا وقادتنا، ومن تشويه من صوروهم بأنهم أدعياء نبوة، ومن صوروهم بأنهم تعرف أنه يعرف الأخ محمد المقبلي ضيفك الكريم متى طيب. ما حدث الإمامة من تشويه بتاريخ اليمني. نعم. للأسف الشديد من المؤلم أن نقول أن تاريخ اليمن في كثير من فصوله كتبه الإماميون لعدة أسباب، منها أنهم المنتصرون ومنها أنهم احتكر التعليم. اليوم تاريخ اليمن بحاجة إلى عادة الاعتبار له وبحاجة إلى حلقة مؤرخين. هناك شباب اليوم يقودون حركة وطنية تحررية، وهناك حركة قومية هي التي نادى لها الزبيري وغيره من الأحرار رحمة. الزبيري رحمة الله عليه وهو القائل أرضنا حميرية العرق ليست أرض زيدية ولا شافعية، كان يخط مشروع يحط الخطوط العريضة لهوية اليمن الوطنية ولهوية اليمن القومية. صحيح. القومية اليوم القومية اليمنية اليوم بحاجة إلى إحياء من خلال تراث الزبيري وتراث غيره من الثوار، ما كتبه الأستاذ محمد أحمد النعمان الإبن لكيف نفهم القضية اليمنية، وما كتبه الزبيري وما كتبه غيره. نعم، وهذا ما نلاحظه يعني أستاذ يحيى. نعم، هذا ما نلاحظه، هناك صحوة شبابية حول إعادة قراءة إنتاج الزبيري بطريقة مغايرة، وأيضا حضوره من جديد على مستوى يعني الحضور الفعلي في الساحة. شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى ثلاية الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ محمد، يعني هو طرق أستاذ يحيى نقطة مهمة، هي مسألة يعني كيف نعيد تراث الزبيري في الوقت الحاضر. هناك أيضا نجد أن هناك تفاعل غير عادي من الشباب على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي لإعادة تراث الزبيري، لإعادة ذكرى الزبيري. كيف أثرت ثورة 2011 وجعلتنا نتساءل عن رموز ثورتنا السابقة؟ أنا أعتقد أنه يقوم يعني هذه هي حالة طبيعية. كان لابد على ثورة الشباب أن تتصل بتراكم الحركة الوطنية، تراث ثورة سبتمبر وثورة أكتوبر، لكن نتيجة للعمر الصغير الذي كان يقوم به شباب ثورة 11 فبراير وأعمارهم بعضهم في العشرينات، كان المسألة الفكرية تحتاج لها إلى جهد. لكن الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي أدركت مباشرة بأن ما قرأناه في الكتب من ممارسة الإمامة قد تحول إلى واقع ملموس. شاهدنا عصر الرهائن من خلال المختطفين، شاهدنا تفجير البيوت كسلوك إمامي معروف، شاهدنا التمزيق واتهام الآخرين بالدواعش وتكفيرهم والترهيب الذي مارسوا على الخصوم السياسي. فالإمامة الجديدة، الإمامة الحوثية الصالحية، كانت قد عجلت بفكرة خروج العقل الجمهوري، وهي عبارة عن نقطة مهمة جدا. يجب علينا أن نكمل الحلقة المفقودة الذي توقفت أنفاس الزبيري وعلي عبد المغني والثلاية وأحمد محمد نعمان قبل أن تقوم بهذه الحلقة. ما هي هذه الحلقة المفقودة؟ هي تحصين المجتمع بالفكر الجمهوري، وإذا لم يتحصن المجتمع بالفكر الجمهوري الإمامة ستعود بصورة أو بأخرى. بمعنى آخر، لا نكتفي بالعاطفة الجمهورية وحدها والتغني بالجمهورية، لابد من تحويلها إلى فكر وتحويلها إلى مشروع اجتماعي ومشروع اقتصادي ومشروع سياسي. ونحن نقصد بالمشروع السياسي المساواة، ونقصد بالمشروع الاقتصادي العدالة الاجتماعية، ونقصد بالمشروع الاجتماعي للجمهورية المساواة الاجتماعية القانونية التي لا تكون بديل للمساواة الاجتماعية لكنها مقدمة لها. إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والناشط السياسي محمد المقبلي، كنت معنا في هذه الحلقة المخصصة لإعادة ذكرى محمد محمود الزبيري وذكرى اغتياله. شكرا جزيلا لكم أيضا أنتم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، كونوا برعاية الله وأمنه.